ينضم إلينا مشاهدينا من برلين عبر الهاتف النقيب محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري. أهلا بكم سيادة العقيد. العثور على 4 جثث لمتظاهرين مصابة بإطلاقات نارية في الرأس بالبصرة، كيف تقرأ ما يجري من انتهاكات ضد المتظاهرين والتعامل الأمني مع المتظاهرين في البصرة؟ أحياء طيبة لك سيدي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. حقيقة ما يجري أنه أهالي البصرة ضاق بهم العيش وسبل العيش وجزعوا من هذا الفشل الحكومي ومن هذه الشدة التي تحكم، ولذلك اليوم هم مواطنين أصلاء يعبرون عن رأيهم ويعبرون عن رفضهم لهذه الشدة الحاكمة. لكن الواضح جدا بأن هذه الأطراف السياسية هي لا تريد الاعتراف بالفشل ولا تريد الاعتراف بأنها فشلت في إدارة الدولة وبأن هذه الحكومة وهذه العملية السياسية هي عملية فاشلة أساسا ولم توفر أبسط الخدمات الأساسية للمواطنين الكرام، ولذلك اتجهوا إلى التصرف المعروف والمعهود باستخدام السلاح واستخدام عمليات القتل وباستخدام الميليشيات وحتى دفع بالقوات الحكومية إلى الضرب والتعدي وقمع أهالي البصرة المتظاهرين. ولكن حقيقة هذا لا، اليوم التظاهرات مستمرة وغدا ستنطلق التظاهرات مرة أخرى مهما كانت محاولات هذه الحكومة ومهما كانت محاولات هذه الميليشيات بالنيل من هؤلاء المتظاهرين ومن عزيمتهم. لا بالعكس، اليوم التظاهرات مستمرة وستنتقل إلى محافظات أخرى حسب ما سمعنا، المثنى اليوم ثائرة، الناصرية تغلي ومحافظة الحلة أيضا تغلي. نعم. عمليات القتل، عمليات استخدمتها في هذه الأسبوعين الأخيرين، عمليات ممنهجة ضد المتظاهرين ضد الناشطين بالدرجة الأولى، عمليات اختطاف وعمليات تعذيب جرد وبسكوت من وغطاء حكومي لهذه العمليات، وهي بالنتيجة سوف تكون عمليات عبارة عن جرائم حرب. إذا ما تغيرت الأوضاع وتغيرت الأمور فجرائم الحرب سوف لن تسقط بالتقادم، وهؤلاء مطلوبين للشعب ومطلوبين لإرادة الشعب بالنتيجة. نعم، القوات الحكومية قامت بإصدار قوائم بأسماء عدد من المتظاهرين للملاحقة القضائية بأنهم قاموا بإحراق مؤسسات حكومية. برأيك هل الحكومة تبتكر هذه الطريقة من أجل إخافة المتظاهرين وردهم عن كما ذكرت بالغليان الذي يجري في هذه المناطق وإسكاتهم؟ لا، وبالتأكيد سيدي الكريم، الشعب البصري اليوم وهو عبارة عن جزء من الشعب العراقي اليوم قال كلمته، وعندما كانت الثورة في قمتها في الأيام الأخيرة لم نشهد أي حراك، يعني كان تجميد كامل من قبل الحكومة، شلل كامل. قاموا المتظاهرين بشل حركة الحكومة، بشل حركة الأحزاب، وهذا أخافهم بالنتيجة. اليوم هذه القوائم التي تصدر هذه التصرفات معهودة ومعروفة من قبل هذه الحكومة لمحاولة إثبات عزيمة هؤلاء المتظاهرين، ولكنها سوف لن تنجح، لأنه الموجودين المتظاهرين اليوم ليس بالألف والألفين، هنالك شعب كامل متظاهر في البصرة، تنسيقيات تجري، دعم كامل من قبل الناشطين. الحكومة إذا ما استمرت بهذا النهج فهذا النهج لن يزيد متظاهري البصرة إلا غليان أكثر وإلا ردود فعل أكثر، وستستمر هذه التظاهرات. وعلى هذه الحكومة أولا بدل ما أن تصدر قوائم بالناشطين عليها أن تعترف بالفشل، عليها أن تصحح الأخطاء، عليها أن تستخدم موارد البلاد الطبيعية، موارد البصرة الطبيعية في محاولة حقيقية لحل هذه المشاكل. لكن لم نجد هنالك صوت اليوم في محاولة حقيقية لحل هذه المشاكل، صراع سياسي على السلطة، وبالنتيجة هنالك حقيقة سوف يمارسون نوع من أنواع الضغط على أهالي البصرة. لكن أهل البصرة اليوم أثبتوا بأنهم قادرين، هم يعرفون عدوهم جيدا، يتحركون بصورة صحيحة، التنسيقيات أيضا ممتازة، عمل ممتاز. فمحاولة إخافة مثل هذا الكم الهائل، هذه الجماهير الهائلة، الشعوب دائما تنتصر، مستحيلة، وسوف لن تؤدي إلى نتيجة إلا إصرار كامل من أهالي البصرة على المواجهة وعلى التظاهر والاستمرار بالمطالبة بالحقوق. نعم، الميليشيات اتهمت وجود جهات خارجية أمرت المتظاهرين بإحراق مقر الميليشيات، يعني عملية تخوين للمتظاهرين، إلى أي مدى من الممكن تأكيد وقوف الميليشيا ضد مطالب المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم؟ هو سيد الكريم، المتظاهر البصري اليوم لم يذهب إلى مقر حزب أو مقر ميليشيا ويحرقها وقنصلية إيرانية يحرقها، إلا أنه يعرف عدوه الحقيقي ويعرف من المتسبب الفاسد الذي نهب ثروات البصرة، ويعرفون جيدا حقيقة من هو المستهدف في هذه العملية.
لذلك هم ذهبوا مطالبة بالحقوق وذهبوا لإحراق مقرات من تسبب في هذه الألم، من تسبب في ضعف الخدمات، من تسبب في هذه المعاناة التي يعانونها أهل البصرة. عملية التخوين اليوم، الميليشيات تحاول أن تنتشر اليوم، قائد البصرة يهدد أهالي البصرة. هذه التصرفات متوقعة، كانت متوقعة من الميليشيات ومتوقعة من الجانب الحكومي، وبالتأكيد أهالي البصرة يعرفون جيدا نمط الحكومة ويعرفون جيدا بأن هذا هو المتوقع الرد الذي سوف يكون. الحكومة لا، ليست لديها حلول حقيقية لإزالة هذه الأزمة، فسوف تحاول قمع هذه التظاهرات، لكنها بالنتيجة أنا أعتقد سوف لن تنجح، لأنه هو ليس بالشيء الجديد. هي سبق وأن من بداية هذه التظاهرات هي مارست القمع وحاولت أن تقمع لكنها لم تنجح. شكرا لك نقيب محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.